شركه بنادر ميت كمباني واه شركه ايبين دونتا نوعيده كلا دوونه هيليبكا هي مانتا سر رسمي لوغا دافري حافظه تلاح دغمدو هدن غوبل كا بنادر هيليب كان وا ايدو واكن وا ايدها او دايله كبخنا ويهين ايدها اريغا جبسدان ما ويلا عسمته لوغ تلا غلا واي كان وا اري كي جيغي سوخنا ملي انو نقدونو وا 12 كيلو ميلاس وا دايلو خيغان واي كان وا غيري وا سر سر دير لي رادا ويلكو دقيقا هو وجلعان واي كان ودياش ادي جعيلين سفيعان كان وها واي وديق وها لي غربك وهيلك غربك قالو شركه دانو اه شركه حب عصريه لو قلبي ايا وها ودن قيبها كلا دوني هيلبكا سيدا هيلبكا اريغا هيلبكا جيلا يا كان لودا او دمانتود له هويه تيدودا اي ميدودا عافيماد وحانا شركه دان كوغو دياره شقاله لو عربي هولها اي قبانيان كوغنا سو دوينيا سو دوين هيركيدو سريو حفله ده حرق جركه شركه دان عصوب ايا وها كا قيب غلي مسؤولين كترسن مامولكا دقمدا ورطة نبادا سيدا قدومي وكحيين كاريمها بلشيدا دقمدا سي مامولكا سرائي شركة دا يددك ديغانكا وغورين أحمد محمود عبدي أحمد ديري وأه أقاسمها قودة شركة دا بنادر ميت كمباني يي إدياس أحمد عبدي وإسنا قيبكا مامولكا شركة دا بنادر يا سيودة جيرا قوفتا وغهالي وحينا كور بحيان شركة دا عصوب إلا دافري يهو لها يبلشيدا وقبن دونتو كمباني قوا كمباني عصوب ونهاد فرني أو هيلبا أو استاندرا كمباني قوا حالي دا بنادر ميت كمباني بالنسبة للصوماليات أو قبل كبراندر دكان النواحي جيسي وحان هو ذيكي ناسي فضوط كستمر فينا وحان كسو دوينينا دعم فوراً هي شغالة لو عربية شغالة وحان كلون بالنسبة للصوماليات وشيكينا إن سي على لسي الدلب كود يباهيدو إنا ندبو لكر أرجينا دو إلا إرادو كوان وحان نبويا لكوان أصوى أستاتر عمل نبويا لو ونكسو شغلنا حوالا كسو قلنا عافمات كود الله بارو عافمات كود الله بارو شغال عربي أو كشقيو كوان كشقيو هو كشقيو استاندرو هكذا كشقيو جرو مركب وحن وشيء إن بسيط سوامارية إن قاموا فرقوسه دوين إنه سه أدي جن سه فلوجو جيدو إن شاء الله دو إلى يرد كمبني كان وحصوص يعني أساس كيسة إلا يمد دو صنعة فكر كم حالها فكر من اللي رسوا مالية اللي هذا هي وحن أنت بدن مهمة دساري إني مرك أنا رجع باهيها يظروفها هيستقبلشون الصومالية تقولي بقوة قصوى من قبل كبنادر وحن وقاني إني أباهيهين إن أي هلان هيلب تيو يعافمة في سبب الفاري مرك أنا وقاني إن بلشوا فربضن الصومالية كنا قبل كبنادر هو كلنا إكسو جوري عن قبل هذا ذلك هو أسي أنت بدن سو آذية عاصمة دا أنتينا aanan helin capacity iyo waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dhan hilibka ah waxaan aragnay baahiyo farabadan inay ku jirto dhanka hilibka markaas ayaan waxaan go'aansanay inaan aasaasno company-gan Bernard Meat oo maanta aan xarig jirkiisa aan u taaganahay waxaanan inta badan hadda qorshayalka inoo yaala kamida haduu Ilaahay raadi insha Allah kuwa mustaqbalka in company-gan aan gaarsiino gobolada dalka anagoo og in dalku uu nahooda helin waxyaabaha hadda caasimada ka jira iyo horumarada hadda caasimada ka bilaabanaya kuwaas asaaseen bulsho Soomaaliyeed kuwa ugu badan ee yihiin waliba dhalinyarada anaguna markii aan aragnay anagoo ka tirsan dhalinyarada Soomaaliyeed baahiyaha iyo duruufaha dhanka hilibka ah oo ay qabaan bulshada Soomaaliyeed waxaan juhdi iyo dadaal iyo dhaqaale intaba aynu gelinay sidii loo heli lahaa company matali kara bulshada Soomaaliyeed waliba kuwa gobolka Banaadir annagoo aan rajaynayno inaan u gudubno gobolada dalka mustaqbalkana aan rajaynayno in waxani haatan ayna noqono wax ku kooban caasimada oo kaliya aynu ka dhigno company international oo banaanka wax u dhoofiya Dr. Cali Dhuux Aadan oo kamid ah dadka deegaanka iyo Calas Cabdulla Cusmaan oo isna qayb ka ah macaamiisha shirkada ayaa ka mahadceliyay shirkadan cusub ee la dafray waxayna sheegeen in shirkadan ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka gaar ahaan kuwa ku nool degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxa maanta farxadno ah in aan maanta ka soo qayb galnay حرق جركا دكان كان كمباني كان بنادر كمباني ميت كمباني أو لغفر مدى تلاح إسجوز كا تلاح لنا السي اي دي دي ملكي لولي حانا يو دريس كي دوا كاس غفل بوا موسي تلمام هنا وحان لنا كمباني كان وكمباني قد دوانا ميت كهيلب كا ونوع والباله نوع يدا كلا دوانا هيلب كا وفريشا رمدي استاندر كا وعصيريسان مانتي ما ودن كا هاتو كسوب بيري مركو حان لنا هاي الله بركيو وانو دعينينا maanta waa maalin duco waa maalin hambalyo company-gan oo Bernard Meat company aan ugu hambalyeynayno hadaan nahay xaafadan Talax Hodan ilaa magaalada Muqdisho dhamaan waxaan ugu baaqaynaa qiimo wacan oo jaban oo dadku aysan ka didin
iyo quality tayo heer sare ah oo leeyihiin kambanigaano waxaan ku soo dhaweeynaa inay intaas maartay loo sameeyo iyo service wanaagsan kambanigaan cusub ee la yiraahdo manaadir mid oo kamid yahay soo saarka waxa uu caqabad cusub ayaa ka muuqda hadda magaalada Muqdisho waxaan ahay macaamiil ka tirsan macaamiisha kamid ah manaadir mid marka haday noqoto xoolo caafimaadkeeda laga taxadiray daqsiga adeega sida lagu keenayo macaamiisha heer sare ayaan oo dhaca marka macaamiil ka adeegtay manaadir mid kuna kalsoon xoolaha caafimaadkooda iyo shaqaalahooda iyo habka lagugu adeega mar kasta si daqsa oo fudud ayaa noogula keena markastoo wax ka soo dalbano marka waxa lagu soo dhawaadaan leeyahay magaalada Muqdisho dadka ku nool iyo agaaraheeda ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeen arrimaha bulshada degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir mudane Saale Xiire iyo Khayre oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay hirgelinta shirkadan cusub ee u gaarka ah hilibka noocyadiisa kala duwan aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah oo macnaha weyn u leh bulshada Soomaaliyeed ee ah daahfurka ama xarigjarka dukaanka ama shirkadda Banaadir Meat oo aan u joogno fagaarihii xarigjarkeedii sida arki kartaan dhammaan bulshada kala duwan ee marti sharafta kala duwan ka soo qayb gashan waa u mahadcelinayaa Soomaaliya iyo gaar ahaan gobolka Banaadir way u baahan yihiin service kala duwan oo lagu tartamo oo bulshada gaara dukaanka Banaadir ama shirkadda Banaadirna arrintaas ayay qayb ka tahay oo macaamiisha iyo bulshada kala duwan qaybaheeda kala duwan wax badan u kordhin doonta haddii la yiraahdo nadaafaddaas waxaa soo hoosgelaya qanacadii customer-kii waxaa soo hoosgelaya caafimaadkii waxaa soo hoosgelaya wax badan sidaa darteed inaan nadaafadda ku dadaashiin aad iyo aad ayaan ugu talinayaa oo xoolaha intaan la qalinna aad caafimaadkiisa jaagraysiin marka la bireeyo oo hilibka laga dhigana aad ku dadaashiin nadaafaddiisa si uu customer-ka si fiican oo nadaafad leh ugu gaaro dee qiimihii magaalada ka jiri jirayna inaad wax uun ka bedeshiino soo jiidasho la idinka helo wax la idinkugu soo leexdo gaar aad ku laabad ku naqatiin la idinka helo waa idin dhiirigelinayaa runtii munaasabad gaar ah ay ii tahay dukaan dhalinyaro Soomaaliyeed ay furanayso inaan maxaa la yiraahdaa goobjoog ka ahaado Anas Maxamed Soomaane Shabeelle TV Muqdisho isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima